وانت راح تعمل علاقة كده مع برج الثور، يعني عايز حنان هيدي لك حنان وامه، عايز دلع هيجيب لك كيلو دلع وكيلو هدية، عايز حب هتاخد حب، بس هتتقل عليه وتستعبط وتشوف حالك مش هيشوفك، هتلف وتدور عليه وتكذب هينسفك هيطيرك. خلي بالك من برج الثور في الحتة دي. يعني مثلا تبقى بتتكلم معاه كده وهو عايز يثبت حاجة معينة، تتكلم معاه وهوب سبحان الله فجأة كده السلك اتقطع بتاع التليفون بتاع الانترنت الدولي، فالنت اتقفل فالتليفون اتقفل سبحان الله. لا ما هو برضه مش هيسيبك، وراك لغاية لما يثبت اللي كان عايز يثبته. فخلي بالك بقى من برج الثور عشان دماغه دي ثور. على بابا